نروح لأخبار النادي الأهلي ونرجع نرد على أي أسئلة خاصة بكم، ونشوف ماذا يدور في النادي الأهلي مع المستقر أحمد السيد. هنخلص رسالة أحمد السيد ونرد على كل الأسئلة. الأهلي يستعد على قدم وساق للقاء المصري البورسعيدي يوم الجمعة ويعلن حالة الطوارئ، وفايلر بيعتبر المباراة محطة مهمة جدا يبغي من خلالها أن يصل إلى الرقم 15 على التوالي بدون تعادل أو هزيمة. المباراة صعبة بالنسبة للنادي المصري وصعبة بالنسبة للنادي الأهلي، ولكن أعتقد أنها في الملعب سيكون لها شكل تاني. أستاذ أحمد السيد السلام عليكم. يعني الأول طمنا على أحوال النادي الأهلي واستعداداته لمباراة المصري بعد غد الجمعة، غدا مباشرة يعني، بما أننا دخلنا النهار دلوقتي في الخميس. صح كده، يمكن كان في مران يعني الأرض بعاد، مران اتسم بالندية والقوة، كان في تصريحات مهمة لمستر فايلر للعيبة، ونقل حتى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حيث أكد مستر فايلر المطالب اللعيبة بالتركيز فقط في مباراة المصري وعدم الانشغال بالتركيز في لقائي الزمالك أو لقائي صن داونز، وقال إن كل مرحلة وليها اهتماماتها وليها ظروفها الخاصة، وقال إن الفريق المصري فريق مميز وعنده لعيبة على مستوى مميز جدا، وهو بيستعد للقاء بشكل مختلف، بيجهز اللاعبين فنيا وبدنيا لهذا اللقاء زي ما حضرتك قلت اللي معاده يوم الجمعة في الثامنة والربع مساء. يمكن في المران الشناوي شارك يعني بصفة منتظمة وأدى المران كله بشكل كويس يعني بعد غيابه عن مران الأمس وأداه تدريبات بدنية فقط. أيضا كمان وليد سليمان متواجد، مسين الشحات، أحمد فتحي، محمد هاني، كل المجموعة كان في تدريبات على الكرات العرضية بشكل مميز سواء الهجومية أو حتى الدفاعية، ومحاولات التركيز على بعض الأخطاء الدفاعية وتمركز المدافعين. واضح أن مستر فايلر بيحاول يركز على معالجة أخطاء اللعيبة التي تحدث في المباريات الماضية، كان في كمان مقدرة فنية وأيضا التركيز على نقاط القوة والضعف في الفريق المصري. وبعد كده على طول يعني مستر فايلر أعلن أن بعد المران الأخير خليك معايا يا احمد. نرجع للمستقر واخبار النادي الاهلي. استاذ احمد السيد اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر وتحياتي لكل متابعينك في كل مكان. يعني رجعنا لك مره تانية وبنعتذر، لان يعني مكالمه اللي هو احمد سليمان جاتنا واحنا على الهوا، وكان لابد ان ناخذها لان ده انفراج مهم، وده اول حديث للي هو احمد سليمان من الدوحه بعد ان وصل لمؤازره الزمالك امام الترجي يوم الجمعه. احييك طبعا على انفرادك كالعاده لجمهورك وكل المباريات اللي حضرتك بتعملها، ويعني دايما في تقدم مستمر ان شاء الله. طيب نروح بقى لفايلر واستعداداته للمصري يا احمد. كنا بنتكلم في المران اللي اقيم يعني منذ ساعات واستعدادات النادي الاهلي لهذا اللقاء. يعني طبعا مستر فايلر انا قلت ان هو اكد على اهميه هذا اللقاء، لقاء المصري، وطالب اللعيبه بالتركيز فقط في لقاء المصري وعدم الانشغال بمباراتي الزمالك سواء في السوبر او في القمه او حتى مباراتي صن داونز في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. كلامه كان مع اللعيبه وده اللي نقله الموقع الرسمي للنادي الاهلي، اكد على ضروره التركيز فقط في لقاء المصري لانه فريق مميز عنده لعيبه مميزه، هو تابع ليهم اكثر من مباراه واكد وتوقع ان المباراه تكون فيها يعني نديه وفيها يعني قوه من الفريقين. مستر فايلر على هامش المران يعني انفرد بكهرباء، وكان في شويه تعليمات فنيه لكهرباء يعني التمركز واللعب من لمسه واحده، انهاء الهجمات بطريقه مميزه. كان في اجتماع ايضا ما بين مستر فايلر وشريف اكرامي كابتن النادي الاهلي. كان في كمان تدريبات خاصة لألي وباتشي يعني، وزي ما قلت كان في أيضا برضو بعض التدريبات على الكرات العرضية سواء الهجومية للاستفادة من المهاجمين بلعب ضربات الرأس أو حتى أيضا الكرات الدفاعية ومعالجة سوء تمركز بعض المدافعين يعني في الكرات العرضية اللي هو الأمر اللي شوية النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. رمضان الصبحي كان بيستكمل برنامجه التأهيلي، وزي ما اتكلمنا بالأمس يعني هيعود للتدريبات الجماعية
علشان يكون جاهز للسفر مع الفريق الى الامارات البعثة اللي هتسافر يوم 17. علي لطفي حارس مرمى الفريق يعني بيواصل تأهيله في الجيم لانه كان عنده وجهات عضلة السمانة. قفشة يعني ادى تدريبات خفيفة ولم يشارك في التدريبات الجماعية لانه كان عنده يعني ارهاق شوية، ولكن الشناوي زي ما قلت قدم مباراة كويس جدا وشارك في المران بالكامل لانه لم يشارك في مران اول امس. ده كده يعني ملخص سريع للمران. مستر فايلر اعلن ان المران يوم الخميس هيكون في الرابعة عصرا من بعد اختيار قائمة الفريق اللي هتسافر الى الاسكندرية للمبيت بها قبل اللقاء اللي هيكون يوم الجمعة في 8:15 مساء باستاد الماكس في حرس الحدود، مباراة مهمة ما بين النادي الاهلي والنادي المصري. طيب في اخبار بخصوص كريم نيدفيد؟ كنت قلت لي انت خبر غير سعيد يعني. خلينا ننفرد يعني هنا كل متابعينك يعني ان باحتمال كبير قوي ربما يزيد عن 90% ربما يلجا كريم نيدفيد الى اجراء عمليه جراحيه جديده في ركبته، لان الامور يعني لا تسير مثلما يتمنى النادي الاهلي او اللاعب. مثل الالام تعاود كريم نيدفيد في ركبته من الحين والاخر، الرشح في الركبه الامور يعني مش بتتقدم للاسف، وبالتالي ربما يلجا الاهلي الى اجراء جراحه ثالثه لكريم نيدفيد في ركبته، الامر طبعا اللي بيبعد اللاعب عن عودته لتدريبات النادي الاهلي لمده قد تزيد الى اكثر من شهر ونصف تقريبا، ده بال يعني مينيمم كده يعني ربما قد تصل الى 3-7 أشهر كمان. لكن برضه مهم نوضح تفاصيل اصابه كريم نيدفيد. وكريم نيدفيد كان عنده اصابه بقطع في غضروف الركبه، اجرى العمليه الجراحيه في المانيا، مشي عن البرنامج التاهيلي المعد ليه من المانيا، يمكن في البرنامج التاهيلي طول فيه شويه ولكن شعر ببعض الالام في ركبته، جاله رشح في الركبه وبالتالي تم خضوعه لتدريبات تاهيليه مختلفه، برنامج ورا الثاني ما زال الرشح مستمر، وبالتالي الاهلي لجا الى اجراء جراحه جديده في ركبته لازاله الجزء الملتهب في غضروف الركبه. ولكن الامور لم تتحسن بعد، الاهلي لغى التعاقد مع المركز الطبي الالماني اللي كان بيتعامل معاه قبل الدكتور ده، وبالتالي بقى في برنامج مختلف لكريم نيدفيد 10 ايام في 10 ايام. ربما الامور لم تتحسن وما زال الرشح يعاقد لركبه كريم نيدفيد، وبالتالي يعني كابتن محمود الخطيب كان في اجتماع مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وربما الاهلي يلجا للدكتور احمد عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي. خليني بس عايز احيي صديقنا المحترم الاستاذ فادي الجميل مدير مع مقهى الايطالي اللي احنا دايما بنقعد فيه في جده، فادي صديقنا السوري المحترم يعني رجل كريم ومحترم بيرحب بينا وبنعمل عنده اللايفات المسائيه كل يوم، والناس هنا انت بقيت مشهور قوي هنا في المقهى الايطالي يا ابو حميد. يعني انا مش عايز اقول لك ان الناس ليا اصدقاء كده يعني في المملكه العربيه السعوديه بيتابعوك ازاي وبيتابعوا الاماكن اللي بتتواجد فيها والمقهى الايطالي ويعني متابعينك في المملكه ما شاء الله يعني يزدادون يوما عن يوم. الحمد لله بالتوفيق دايما يا رب وربنا يبارك لك. رمضان صبحي طمنا عليه يا احمد. رمضان صبحي بيوصل البرنامج مفيش تحدي من الاصابه زي ما قلنا احنا يعني الحمد لله بنعرض الامور كما هي بدون اي تجميل يعني. فرمضان صبحي احنا قلنا عن شعره بفكره العضله الخلفيه بيقدم برنامج تاهيلي مفيش استعجال لعودته. القرار كان خلاص ان هو بعد مباراه المصري هيبدا يشارك في التدريبات الجماعيه ويسافر مع بعثه الهلال في الامارات، لكن حتى هذه اللحظه هو بيأدي برنامجه التاهيلي مفيش اي مشكله. حضرتك عارف بعثه الهلال هتسافر يوم 17 وتم خلاص الاعلان رسميا مثلما اتفرضنا من حوالي 4 أو 5 أيام ان الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي هو اللي هيكون رئيس البعثه اللي هتسافر يوم 17 تلعب المباراه يوم 20 وترجع باذن الله يوم 21. طيب عندنا برضه طمنا على باقي المصابين في النادي الاهلي لان بدري ما اتكلمناش عليهم، سعد سمير ومحمد محمود و اتفضل. ثبات في الموضوع
ده بالفعل خلينا نقول كده مثلا حمدي فتحي، لان كل جماهير النادي الاهلي متابعاه، حمدي فتحي ماشي على البرنامج المعد ليه، خلال ايام هيروح لالمانيا علشان يجري يعني يجري بعض الفحوصات الطبيه علشان يتم متابعه مدى تحسنه ويكون في مرحله اخيره من العلاج الطبيعي. خلال الاسبوعين حمدي فتحي يعني هيكون في المانيا، هو ماشي مع الخبير الالماني ماير، وبالتالي حمدي فتحي الحمد لله الدنيا ماشيه كويس، ما فيش اي مشكله. حضرتك عارف حمدي فتحي كان عمل عمليه غضروف في الركبه، والحمد لله الحمد لله الامور ماشيه. بالنسبه لسعد سمير يعني خلال ساعات برضه هيسافر الى المانيا، واشتغل مع دكتور الماني اسمه ماركس فولتر، ده اللي عمله جراحة وتر اكيد اسمه مشهور بالجراحات دي، فهيسافر له خلال الايام القادمه علشان يبدا يشيل الكبيره اللي محطوطه، والامور باذن الله تكون افضل، ويجري بعض الاشعه، ويعني يبقى في برنامج تاني. طبعا الاصابات دي بتاخد وقت، وحضرتك عارف الاهلي مفيش استعجال في العوده من الاصابات. نفس القصه محمد محمود، ان كان هو حضرته هو الاقرب طبعا، لانه يعني بقى له مده على اصابته بيأدي برنامجه التاهيلي، في كلام على امكانيه سفره مره اخرى الى المانيا من اجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبيه. الاهلي مش مستعجل عوده المصابين بقدر ما بيتابع حالتهم بشكل يومي، وكمان مستر بايلر مش عايز يبقى في اجتماع يومي تقريبا مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق علشان يتابع حاله المصابين وعلشان يطمن عليهم بنفسه، وفي نفس الوقت لو في اي مشاكل يتم حلها يعني بدون الانتظار لاوقات طويله ربما تعوق عودتهم بأسرع وقت. طيب كمان صالح جمعة في أسئلة كتير عليها. والله صالح جمعة كلامنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ ما فيش جديد حتى هذه اللحظة، يعني زي ما انا قلت هو كان في عرضين بس مش رسميين، عرضين من احد انديه الدوري الفنلندي، لكن لسه في كلام فيها تاخد معاهم على المبلغ اللي هيتقاضاه اللاعب هناك، لكن حتى هذه اللحظه ما فيش عرض رسمي جه من الدوري الفنلندي. ربما الساعات القادمه تشهد جديد، طبعا باذن الله اول ما يكون في جديد هنتكلم فيه هنا مع كل متابعين. طيب يعني الشيء بس يذكر لانه ربما لا تفضل قول يا احمد. ربما تحدث البعض يعني عن عرض لوليد سليمان، عرض تركي الناس اتكلمت، لكن احنا يعني اتكلمنا مع المسؤولين في النادي الاهلي ما فيش هذا العرض تماما، ولم يصل للنادي الاهلي اي فاكسات او اي عرض من احد الانديه التركيه. الناس قالت هيكون في عرض لمده موسم حوالي $1,000,000، لكن كل ما قيل في هذا الشان يعني ما فيش اي حاجه رسميه، ربما يكون محادثات مع اللاعب نفسه او وكيله، لكن الاهلي لم يصل له عرض رسمي. وخلينا نقول ان ده متوقع، يعني سواء رباعي سواء شريف اكرامي ولا فتحي ولا وليد سليمان ولا حسام عاشور، طالما رباعي لم يجددوا تعاقدهم حتى هذه اللحظه من حقهم يقعوا اي نادي للموسم المقبل. لكن النادي الاهلي ارجى الحديث بهذا الملف علشان يعني انشغال الفريق بالعديد من المباريات المهمه في شهر فبراير وفي شهر مارس هيتم حل هذه الازمه. لكن خلينا نوضح الرباعي، مفيش خلاف على التجديد لوليد سليمان والتجديد لاحمد فتحي لموسمين، يتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي، والاثنين ما عندهمش اي مشكله، سواء فتحي ولا وليد سليمان الاثنين قيمه كبيره ويعني بيأدوا بشكل مميز مع النادي الاهلي. يتبقى شريف اكرامي اللي اعلن رحيله مع النادي الاهلي بنهايه هذا الموسم، وربما يكون هو ده القرار بالفعل. واخيرا حسام عاشور اللي يعني خلينا نقول بالبلدي كده مستر فايلر يعني شايف ان الاعتماد على حسام عاشور في الفتره القادمه هيكون صعب في ظل وجود عمرو السوليه وديانج وكمان مشاركه بتولي في هذا المركز، وبالتالي خلينا نقول ان حسام عاشور رويدا يعني بيخرج من حسابات مستر فايلر في محاولات لاقناع حسام عاشور يعني ان هو يعتزل بنهايه هذا الموسم ولا يستفيد بيه ككادر اداري، لكن حسام عاشور نفسيا شايف انه يقدر يلعب موسم او اثنين. كل هذه الملفات هيتم حسمها في شهر مارس ان شاء الله. يعني بشكرك شكرا جزيلا ابو حميد على كل هذه المعلومات، وملف وافي وكافي. اخيرا مؤمن زكريا سافر ولا لسه؟ مؤمن سافر، مؤمن مسافر مع احمد يحيى وكيل اعماله، هو موجود في واشنطن في امريكا بيجري بعض الفحوصات الطبيه، يعني ما فيش جديد او ما فيش معلومات لسه جات لنا، لكن هو الحمد لله موجود في امريكا، هيقطع حوالي اسبوعين لبعض الفحوصات الطبيه هناك علشان يعرف يعني حالة الإصابة بشكل كامل بشكل وافي، وعلى هذا الأساس يتم تحديد البرنامج العلاجي ليه.
دعم مهم جدا لمؤمن زكريا من كل جماهير الاهلي بقى، مش النادي بس اللي بره ولا اللعيبه، اتمنى لهم باذن الله الشفاء والعوده سالما غانما باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد على كل هذه المعلومات.